أثبتوا في ساحات التظاهرات أقدامهم وعلى طريقتهم وضعوا بصمة لن ينساها العراقيون. إنهم الطلبة سواء في الجامعات أو المدارس يخوضون نضالا سلميا ضد آلة القمع في إطار ثورة تشرين. هنا جامعة الكوفة في محافظة النجف، حيث تستمر الاعتصامات والتظاهرات الطلابية في ظل إضراب تام عن الدوام. إحياء وتجديد للنبض، لنبض الاعتصامات، نبض اعتصامات جامعة الكوفة وجامعات النجف، وكانت بداية الاعتصامات، اعتصامات الطلاب هي الحياة الأساسية للاعتصام، فالاعتصام الطلابي هو الثقافة، ثقافة الاعتصام هو الشعلة الأساسية للاعتصام وللتظاهرات وللمطالب، فبالطلاب دائما هي البذرة الأساسية لنجاح كل الثورات. ولم يكتفي الطلاب بالتظاهرات والاعتصامات، بل أقاموا مهرجانات ثقافية وفعاليات لدعم المنتج الوطني، إلى غير ذلك من حراك الشباب النابض بحب الوطن والعمل على استعادة مكانته المسلوبة. في الفعاليات التي يقيمها الطلبة في العراق عموما وفعالية طلبة جامعة الكوفة خاصة، فيها إشارة واضحة إلى أننا نريد وطن، هذا الشعار، وهم يجسدون هذا الشعار بفعاليات مختلفة، منها إقامة المهرجانات الوطنية التي يدعى فيها شعراء من محافظات مختلفة أو فنانون من محافظات مختلفة، وإقامة المعارض للمنتج الوطني التي تدعم المنتج الوطني، وأيضا تعبير بمنشوراتهم وبمسيراتهم وشعارات تظاهراتهم والمطالب التي طالبوا فيها بتظاهراتهم، كلها تعبر عن هذا الشعار نريد وطن. على الساتر شباب انزفت بناموس ظلت مزقه رايد والعلم. وكجزء من الحراك الطلابي تحضر الطالبات في الفعاليات والمهرجانات ويشاركن في الاعتصامات والإضراب. اليوم المهرجان مالتنا ضم عدد من الشعراء، احنا بدنا ننقل صوت الطبقة المثقفة بالمجتمع، الطبقة الواعية للمجتمع. نقدر نقول تساند ويه، صحيح احنا بدنا نسوي اللي اكثر علينا انه احنا مجرد قاعدين، بس هذا اللي نقدره كطلاب معتصمين عن الدوام، وبدنا نجي نتظاهر كل يوم، بدنا نوصل صوتنا خلال هذا المهرجان، وبدنا نوصل صوته انه احنا مساندين اخوتنا بكل المحافظات. من شاف الفكر بالسلسله مضيق. كيف لا تنتصر ثورة عمادها الشباب بوعيه السياسي وأمانته الوطنية وصبره أمام أعتى آلات القمع والاستبداد؟